ننتقل هلأ لشو؟ لنوع جديد من الفن، هو جديد قديم لكن كتير صبايا اشتغلوا عليه وطوروا فيه. اليوم معنا لارا القواسمي. لارا ولارا أهلا فيكي. اليوم لارا رح نحكي، أنت متخصصة وواضح أنك ماهرة جدا بعملك، متخصصة بموضوع الكروشيه. عم نشوف أشكال وألوان، يعني من أصغر قطعة لأكبر قطعة معنا كلها من شغلك أنت. إلك قديش كم سنة عم تشتغلي بهاي المهارة؟ يعني علمت حالي أشتغل قبل 10 سنين تقريباً. 10 سنين ومرة على مرة، يعني الواحد ببلش مرات بإشي صغير يتعلمه بصير يكبر. وبصراحة كمان يعني الإنترنت مليانة مليانة أفكار وصفحات، الواحد بشوف ممكن يتعلم منها، ممكن ياخد منها أشياء ويزيد عليها كمان. فبحس الحرف اليدوية يعني عالم يعني لا نهائي، ممكن تكوني مبدعة فيه وتقدر تعملي فيه اللي بدك إياه. مين علمك الكروشيه؟ ليش الكروشيه بالذات؟ ماما الله يرحمها كانت تشتغل، الله يرحمها، وكان شغلها كتير حلو. فهي وجهتني ورجتني إنه شو السنارة المناسبة لأنه خيط لأنه كذا. وبنفس الوقت يوتيوب برضو استفدت منه كتير، لأنه في عليه كتير فيديوز بتعلم هاو تو، كيف الواحد يشتغل هاي الشغلات. شو اول قطعه عملتيها لارا؟ حاولت اعمل احرام لابني وانا حامل. زبط؟ مش كثير بصراحه مو كثير، بس مره على مره الحمد لله زبط. يعني هل كنتي عم تشتغلي بموضوع ثاني، عندك وظيفه ثانيه قبل ما تبلشي موضوع؟ انا كنت موظفه مباشره. انا كنت موظفه، تركت عالم التوظيف اللي هو مضمون 100% يعني لعالم، يعني خلص حبيت انه اجرب إشي لحالي. اشتغلت فتره طويله ببنوك وبشركات، فحاولت اجرب إشي ثاني لإلي. هلا قلتي لي اشتغلتي في بنك، اذا كنت يعني لازم، موظفين البنوك دائما الله يعطيهم العافيه بالهم طويل كثير، يعني الكروشيه بده طوله بال. الكروشيه خلينا نبلش بالقطاع لو سمحتي لارا، من عندك هيك تعطينا فكره وتشرحي لنا وشو خصوصيه كل قطعه وشو بيميز قطع لارا عن غيرها. هلا هدول الشناتي الزرقاء والخضراء، وهدول ممكن يكونوا شناتي بحر او شناتي بركه او رحله. هدول من جوا كلهم مبطنين، انا مشتغله كل الشغل من برا. زي هاي الشنطه حاطه كلفه عليها، هذا الكلفه الهندي هلا كثير دارج وكثير بحبه. خلينا نشوف من جوا لارا. من جوا كلها هون مبطن، انا حاطه بشكير من جوا على اساس الشنطه توقف. بس نشوف كيف الشغل من جوا مرتب، من جوا مرتب كثير، فينيشينج كويس. في منهم هدول الشناتي بيجوا ووتر بروف، يعني ما بدخل مي بقلب الشنطه، مع انه هاي الشنطه كلهم بنغسلوا، ففيكي تغسليها تحطيها بالغساله ما في اي مشكله. ما بيختلف حجمها نسيجها ولا شيء ابدا، بترجع زي ما هي بنفس الحجم، بترجع زي ما هي، بس بدك تحطيها بالهاند واش سايكل على اليدوي. اوكي، بعدين بس تخلصي تغسليها، ما بتنحط طبعا بنشافه اللي هو كيس الغسيل، يعني ممكن تحطيها برضه لا يكون امان اكثر خلينا نقول، بس برضه ما في داعي اللي ما عنده، ما في داعي، ما في اي مشكله. وعادي ما بتنحط بالنشافات الكهربائيه، بتنترف تتعلق. مظبوط، تتعلق وهي طريقة مقلوبة هيك، يعني إنها نايمة خلينا نقول، مش واقفة، لأنه بجوز الشيب مثل أي شغل صوف بجوز تخرب الدرزة أو القطعة، فبدك تديري بالك لما تغسلي صوف. حتى للأواعي والبلايز الصوف إلها طريقة صح معينة، صح، وهي نفس الطريقة عشان ما تشد الخيط، عشان ما يشد الخيط كل بالضبط. طيب أوكي، هلأ عندنا هون الزهر كتير حلوة وحط عليها رسمة. الرسمة كيف تشتغليها؟ هل تشتغليها مباشرة على القطعة، ولا الرسمة إلها باترن زي يعني بروفا أو ورقة معين وعليها بتشتغلي؟ هلا انا بشغل الشنطه كلياتها، بخلص الشنطه، هذا العين هذا اللي انا عملته بنشغل لحاله، بعدين انا بخيطها على الشنطه، وبستخدم نفس اللون، فما بيبين ابدا انه طب شو الماده اللي تحت؟ جلد، ورق، اللي هي العين؟ ما في ماده، هذا هو نفس نوع الخيط اللي انا استعملته هون. انت بتقولي انه الرسمه، بحكي عن طريقه الرسمه. طريقه الرسمه هذه عباره عن زي باترن،
فأنا بمشي على الباترن. أيوة. ممكن أكبر العين، ممكن أصغر العين. أيوة أيوة. فيني أقيم هدول إذا أنا مش حبيبتهم. في زباين مثلا ما بيحبوا هذا يكون كتير، خلينا نقول في ناس بتحب، في ناس بتحب زيادة كمان. كمان والناس أذواق طبعا. وهاي الشنطة طبعا، وأي شنطة موجودة هون أو أي قطعة ممكن تنعمل أي لون بدك يا أصفر أخضر ليلكي، والألوان للصيف برضو حلو هيك بنعنش يعني لفصل الصيف. طيب هلأ أشكال وألوان، وحاطة هون ورد، وحاطة هون عاملة صدف، إشي كتير حلو. ننتقل للشي تاني، عندك كمان شنطة صغيرة هاي اللي إيديها عظم. في جبت معاي أيوه. هاي اليوم هذه أكتشلي إيدها بامبو من الزان معمول، برضو مبطنة، كله مبطن من جوا طبعا. هاي الشنطة حلوة لكل يوم، يعني طلعة جاية زيارة، وبعدين ايدها هيك مناسبه، ممكن نكبر الايد نصغر الايد. نحكي شوي عن الشالات لارا. هلا هدول الشالات طبعا ممكن يتسووا باي لون، اي لون اي حدا بيختاره بتسوى فيه. هذا معمول من قطن، فالحلو فيه انه ما بيحكحك لما تبقي تلبسيه، وممكن يلتبس من قدام او من وراء، ما في اي مشكله على الديزاين او على الديكور اللي انت بتفضليه. حلو. يعني هي زي هيك نايس تمام. وكبير طيب. وبتكبر حلو كتير والله، وشغل يعني عن جد كتير كتير متقن. بدي احكي عن الكوشنز او المخدات الصغيره، وعندنا كرسي كمان تحت اذا من عندك مبينين على الكاميرا. مبينين. هلا في هاي البوف اللي لونها بيج بالزبط. هاي كبيره. هاي تقريبا 70 سم ب 40 سم طولها. حجمها ممتاز. هاي الناس عم تستعملها لقعدات، ممكن تنحط خارجي، ممكن بالحديقه على البلكونه، او في ناس عم بتحطها بقلب البيت كمان وبتقعدي عليها مرتاحة. هل هي معمولة أصلا ومحشية وأنت لبستيها، ولا بينعمل الغلاف الخارجي بعدين بتنحشى؟ أنا بعمل الغلاف الخارجي بعدين من جوا بكون حاطة قماشة، وبحط من قلبها ستايروفوم. هذا الستايروفوم جامدة، بكتر ستايروفوم على أساس ما تهبط. فأنت بتقعدي عليها وبتقعدي براحتك وما في بكون أي مشاكل طبعاً فيها. طبعا كله باين معنا في الكاميرا على الهواء. بنقدر نحكي عن الكوشنز، المخدات الصغيرة الخضراء. الخضراء هلا هذه كوشن ممكن برضه تنحط. أنا عملت هذا اللون، ممكن أي حد ينقي أي لون بده إياه. هذا اللون مناسب لحديقة مثلا أو لبلكونة. إذا عملت بلون ثاني أوف وايت بكون جدا مناسب لغرفة القعدة، لصالون أو محل حسب الطلب. حسب الطلب يعني. نفس الشيء هاي هدول نابكنز. هدول نابكنز. هدول نابكنز. في هون مثلا للعشاء، لغدا، لغدا، لعشاء، لبرا. حرام يستخدموا يعني، بس برضو بنغسله. فيعني حتى الواحد ممكن يخاف يقول انا كل هالشغل بعد منظر بنغسله. فهنا النابكن، مساكه النابكن كثير حلوه صراحه. وهذه النابكن، وفيك تو ميكس اند ماتش، بتنقي اللون اللي بدك اياه. وفي برضو بيجوا منهم بدك ليمون، بدك اناناسه، بدك يعني كله بتسوى. انا شفت هذول التنتين السامبلز معي اليوم. نعم. وعندك طبعا الحرامات بكل الاشكال والالوان. سادة مدخله ألوان تانية للصغار والكبار. في إشي يعني بيستخدموها لبعض المفروشات، ممكن تنرمى بطريقة طبعاً. لطيفة ثرو. هاي الموجودة فوق البوف هذه إتس أثرو. أيوة اللي تحت. هذه برضو إتس أثرو اللي تحت. حجمها قولي أكبر، بس هذه برضو إتس أثرو. لونها كتير هيك أحمر، يعني بيعطي للغرفة شوية روح. إذا كانت الغرفة شوية سادة. هذا حرام بيبي. هذا جدا مناسب مثلا بالمستشفى وما يولد البيبي. أيوة او كذا. أيوة. هذا عملته شويه كبير عشان بيكبر، يعني البيبي بيكبر مع الحرام كمان، يعني نعومه مع دفى مع اتقان بالضبط، مع جمال، مع ذوقك الحلو يا لارا. كمل الموضوع. تسلمي حبيبتي. عندك صفحتك الخاصه اكيد، اللي احنا دائما نحب نشجع السيدات، وهي ما بنعتبرها ابدا يعني دعايه تجاريه اذا بدك. لكن نحن وظيفتنا اكيد من خلال الاعلام خلال شاشة التلفزيون الأردني دائما إنه نشد عيد السيدات ونشجعهم حتى شو ناخد بإيدهم ويكبر مشاريعهم أكثر. أحكي لنا عن صفحتي. في إلي صفحة اسمها لارز لوبس. أوكي. في عليها كل هذه المنتجات وأكثر كمان. أوكي. وبلشت الصفحة بالكورونا بشهر 4/2020، والحمد لله يعني شوي شوي الصفحة عم تكبر. الناس اللي مثلا كانت تفكر إن الكروشيه شغل مثلا إشي قديم أو عتيق، بيجي بشوفه. مش بس أنا، كثير صبايا غيري كمان إنه عم بيعملوها بطريقة شوية هيك مودرن يعني، أو حضارية خلينا نقول، إنها عم بتشجع الناس وطالع موضة كتير. يعني هلأ باللبس كمان عم بدخلوا الكروشيه عم بيسووه على الألعاب. نعم. هبة كيفك يا هبة مع الكروشيه؟
وبالالوان، ويعني احنا اليوم محظوظين اصلا عندنا كثير لارا. حبيبتي تسلمي، شكرا كثير، ثانك يو على الاستضافه. الوانك كثير حلوه، تسلمي، وهيك بتعطي طاقه وبحس يعني القعده شو ما كانت عندك رايقه، مجرد ما حطيتي هيك شغله بسيطه حتبهجي المكان. بعدين حلو كمان لما تكون مشغوله بطاقه ايجابيه. بالضبط، يعني بتحسي هذه الطاقه الايجابيه يعني لما تعطيها مثلا لحدا او تهديها انه الطاقه يكون برضه بقلبها. فالحمد لله يعني احلى من كلامك، يعني ما في بعده كلام. تسلمي حبيبتي، شكرا لك لارا، شكرا كثير لكم، وانا كمان كثير انبسطت. ثانك يو على الاستضافه، مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا، تسلمي، شكرا كثير لكم. تسلمي يا لارا، اهلا وسهلا فيكي. ما عرفت انا شو لونك المفضل. انا لوني، شوفي انا بحب الاحمر طبعا معروف، بحب البينك، بحب الاسود. على فكره هي منقيه اكثر الوان احنا عن جد بنحبهم، ما بتخيل في حدا ما بحب هاي الالوان. انا بحب الالوان، وبعدين هذا اللون يعني جدا حلو، جدا حلو ما شاء الله. يعطيك الف عافيه حبيبتي، تسلمي سو ماتش، شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه.